هلا أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونون دائما بخير وصحة وعافية. هذا الفيديو يعتبر تكملة لآخر فيديو نزلته. مثل ما تعرفون اشتريت بالت كامل، يعني مجموعة أشياء غير معروفة. مو هذني الأشياء اللي وراي، هذني أشياء قديمة أنا مخلين إذا تتذكرون ما بعناهن من سوق الأحد. واليوم راح نسوي انباكسن مراجعة على كل القطع، لأنه الكراتين الكبار بها أشياء صغيرة وثمينة. البضاعة كلها اشتريتها ب 400 دولار. فهسه راح اروح انزلها من السياره، لان اخر فيديو نهيته قلت لكم انه الغراض بعدين بالسياره على مود نبدي الفيديو سويه. وقبل ما نبدي الفيديو، اليوم جبت لكم قناه احد الاصدقاء سجاد، محتوى فلوجات ويومياته، فيديوهاته جدا رائعه. فاللي اطلبه من عندكم تروحون على قناته وتقولوا له احنا جيش جعفر، وادري بكم انه انتم ما راح تقصرون، تخلوا له متابعه وتخلوا له تعليق، واني ممنون لكم مقدما. فخلونا نبلش الفيديو. صوت صفارات واطفال، ما اعرف شنو الموضوع. هذول الاطفال دا تشوفوهم وتقول لهم هورن، ما اعرف احتفال او هيك شيء. والجو اليوم كلش حلو مغيمه، الجو طيب. قلت قبل ما ابلش الفيديو هذني الاغراض لازم اوخرهن من نانا هذني اعرضهن للبيع، فحتى اسوي مكان للاغراض الجديده راح تاخذ مكان هوايه، فهذين لازم اشيلهن احولهن على الجانب الثاني اللي هو هذا اللي على اليمين. هسه خلي نطلع الغراض. بالبداية راح ابدي اني من هاي الجهة، لانه بيها اشياء شفتهن اني بالبداية، اشياء ثمينة، اللي هن هذين المكانس الكهربائية، هذين امبينات يعني مثل ما نقول قدامنا. فتقريبا اعتقد لو ثلاثة لو اربعة، خلي نشوف. شلون حلو الجو اليوم، هدوء. هذني ثلاثة فاكيوم، اللي هو يغسل الكاربد الزوالي، مو بس ينظف يعني، مو مال هوا، هذا يغسل. فهواي سألوا قالوا جعفر شلون اطلع اسعارهن؟ انا اطلع اسعارهن على الموقع الرسمي، يعني تروحون على الجوجل وتطلعون اسعارهن. مثلا هسه هاي سعرها 119 دولار، مسوين عليها تخفيض، وب 119 دولار الوحدة. اعتقد راح تصير 130 دولار ويا الضربة، تعرفون يعني امريكا احنا عندنا ضرب هنا. فهذا سعرها الوحدة 130 دولار، يعني هذني 360 دولار. فاحنا ما راح نحسبهن 360 دولار، راح نحسبهن خلينا نقول على سبيل المثال 150، لان هذني يعتبرن يعني راجعات، يعني مو جدد انت ماخذهن. فعلى مود احنا هم اللي نقدر نستفاد منهن نحسبهن نص السعر 50%. مع العلم هو صاحب المحل قال لا تطلع عليك اكثر من 70% عليها تخفيض اذا تشتريها يعني من المتجر من عندهم ككميه بالت. ها شنو هذا الكلب؟ جيت حلو هذا، وين اهله؟ بس لا ضايع. هلو، شنو هالجمال هذا؟ وين بيتكم؟ تعال شوف انهزم. جيت حلو خطيه هذا، وين بيتهم؟ طبعا تعرفون هنا بامريكا يعني الاسلاب ما يصير هيك تظل بالشارع، يعني لازم داخل البيت، واذا يشوفونه اكو لجنه تجي، يعني حتى لو الشرطه تشوفه تجي تاخذه، يعني ياخذونه الملجا مال الكلاب. ها وين بيتهم هذا؟ لك تعال اريدك اني، اليوم قفلت عليك الا اخذك. اه شنو هذا؟ عباد الشمس. قلت حلو، تعال انت شو اسمك؟ شوف ها شبي هذا؟ ما شلون يركض، قال غير حلو هذا الكلب. راح ما اعرف وين متيه، ما ايش دي يسوي، دي يدور. يلا ما علينا، نرجع لشغلنا. الله ها شنو هذا الورد؟ هذا الورد بنفسجي. يا بي ايش تقولون اذا ننهي الفيديو ونسوي فلوج احلى؟ خلي نشوف شنو بعد عندنا. هنا عندنا هذا، هذا مال بوتيته، يعني يقلي البوتيته، فخلي همينه ناخذه ونشوف ايش قد سعره يطلع، ما متاكد من عنده اني. وهسه اجينا على الباور اكس ال اير فراير، فسعره 119 دولار و99 سنت، هذا من موقع الشركه الرسمي، يعني يصير 130 دولار ويا الضريبه. هسه احنا تقريبا هذا النيتشه حسبناهن 200 دولار، وهذا همين نحسبه 50 دولار، يعني لحد هسه 250 دولار، والحسابه بتحسب.
بالنسبة لهذا الباور اكس ال هذا رخيص، سعره $70، نفس الشكل الموجود بالصورة، فهذا راح نحسبه $30. وهسه عندنا هذا الجهاز همينه يسوي شغلات مال المقرمش اعتقد، يعني مثلا بوتيتا وهاي الاشياء، فسعره على الاونلاين $64. انا راح احسبه هذا ب$20 حتى يصيرن $50 هو، وهذا الثاني فوق اللي حسبناه ب$30. هذا بايسكل همينه مال الاطفال، حلو هذا حتى بيه شمسيه ثقيل. هذا البايسكل مال الاطفال سعره $84، بس شكله كلش حلو. همين نحسبه نص السعر، نحسبه نقول $40، لان هذا جديد نهائيا ما مفتوح، لان هاي كرتونه مو مثلا تيب او شيء، لا كرتونه فجديد هذا. وهسه عندنا اثنين من هذني مال يسوون بخار، اعتقد هذني يسوون بخار بالغرف، فهذا سعره $16.99، وهذا سعره $39.99. هذا البلبل دوخنا هذا، بس صوته حلو هو. وعندنا هسه هاي لعبة مال الأطفال اللي هي هاي، ثقيلة كلش ثقيلة، هاي سيارة مال الزبالة. راح نعطيها البوبو، هاي هو بوبو يلعب بيها، خليها هنا. شو عندنا بعد؟ عندنا هذا هيدفون بس مكسور مات الباكيت، بس هو ما بي شيء، فهم يعني ناخذه ونشوف سعره. وناخذ هذا الاوتي، يما نتني الاوتي صوتي لعبت بواير. هاي شنو هذا؟ هذا فد شي مال اطفال يمكن، ما اعرف، خليه يروح ناخذه ونشوف شنو هذا. قبل شوية كنت استخدم هذا المايك، هذا السوني، بس انتبهت على الصوت يعني ما كان واضح كلش اعتقد، فشنو رأيكم؟ قبل شوية كان واضح، لو هسه اوضح، بس اعتقد هذا اللي جاي استخدمه حاليا هذا الوايرليس العزل مالته اقوى، لان صوت العصفور كان مبين بالكاميرا. هذا الاوتي سعره $39 من تارجت، من الجديد ما مستخدم. هاي الفرشة من تارجت سعرها حاليا $79، طلع ان اثنين مو بس واحد، هذا نفسه بالضبط يعني ما يختلف، هذا $80. هاي همينة فرشة بس ما قدرت اطلع سعرها على الاونلاين، ما اعرف ما لقيته، ظهر قديمة او شاليها من السوق ما اعرف، فنحسبها نقول $10 او $15 يعني. هاي لعبة مال الاطفال سعرها $49 على الامازون. بالنسبة لهذا البوكس على قولة احد الاصدقاء ما اعرف شنو بيه، فخليه افتحه انا اللي تشوفون ده يجي يعني. اعتقد هذا عطر، هذا واحد بس واحد. بالنسبة لهذا همينة ما اعرف شنو بيه، خليه نفتحه بلكت يطلع فتشي ثمين. او بابلز، هذا مال نفاخ بريد نيو، سعرها $5، يعني هذني كم وحده؟ 1 2 3 4 5، 5 على $5 يبيعون على الاي باي، يعني يصيرن تقريبا $25. لا 6 هذني، ها هذا ما حسبته 6 يعني هذا كامل، فهذني $30. وهسه وصلنا الى احلى جزء، الكراتين الكبار، مو لو عندنا بعد 2 كراتين من هذني، عندنا 2 كراتين. هسه راح اخلي هذني بالاخير، خلي نفتح كرتونه كبيره، لانه انا كلش متحمس على هاي الكرتونه الكبيره، يعني مثلا هاي او هاي، فراح افتح هاي. اوكي احباب قلبي، اوكي وهسه خلي نشوف شنو بداخل هذا الصندوق. شفت فتشي الكترونيات ماينكرافت، لعبه ماينكرافت هاي مال نينتندو سويتش. اوكي سعرها هاي اللعبه $29، حلو. هاي الالعاب
يعني العاب مال اكس بوكس مال نينتندو سويتش اذا جديده تنباع بسهوله. هاي ايرباد، ايرباد هاي والله ايرباد، هاي مكتوب عليه ايرباد وجديده ما مفتوحه. بالنسبه لهاي السماعات او الايرباد، بس يعني هي سماعات عاديه يعني مو الايرباد الوايرلس، سعرها 20 دولار جديده، وهي جديده اصلا يعني فعلا هي ما مفتوحه لانه هذا اللون الاخضر بعده موجود بيه هذا السهم. شوف هذا يعني شنو هذا، هاي ملابس. اوكي هاي الملابس يعني هذا راح نقول عليه هذا سعره 5 دولارات، يعني انا راح اقيمهم تقييم يعني اشوف يعني ملابس، لان الملابس ما يسوون انه نطلع اسعارهم. فهاي بالنسبه للملابس. هذا شنو هذا؟ هذا مال هالوين اعتقد او هيك شيء، مو سوات. اوكي خلينا نشوف الصوره مالته. اي هاي لعبه مال اطفال يعني هيك ملابس مال اطفال. شوف ايش قد سعره هنا، ما اعرف اذا دبين 25 دولار، فراح احسبه على 5 دولارات اني. هذا هذا ما اعرف مالته وين. هذا نفس الشيء اللي قبل شوي لقيناه، يعني ما اعرف شنو هذا، بنخليه هنا على صفحه. هذا ما اعرف شنو هذا، شنو هذا؟ هذا يلبسونه مال، هذا واحد يلبسه لو شنو؟ همين اللعبة مال الأطفال، هم سعره 25 دولار، هيك شيء يعني. بابا. حبيبي. أنا دا أحكي ويا نفسي. بوبو. هذا مال سبايدر مان، ما أعرف شنو يعني، همين نقول عليه ب5 دولارات. بابا. زين ها حبيبي. بوبو يريد هاي السيارة. نشوفها. لا بوبو انا جبت لك تراك. ما اريد هاي تراك. تراك مال زباله. هاي هيك. هاي شو تسوي هاي؟ هاي بعدين يعني هاي سيارة حلوة هاي. افتح الباب. اي بوبو تفتح باب، هاي باب من هنا. هاي همين باوع هاي تلم زباله بيها هيك. هيك. هسه نرجع على الاشياء اللي اشتريناهن. هاي نقول 5 دولارات سعرها. هذا حذاء همينة نقول سعره 5 دولارات. ايش قد السايز مالته؟ هذا 9. هاي سماعات سوني همينة نقول على 5 دولارات، لانه انا اذا راح اطلع يعني كل وحدة وسعرها راح نتأخر، فاني راح اعتمد بس على الاشياء الثمينة. فهذني ملابس همينة اعتقد، هذا تي شيرت مال الاطفال يعني نقول على 2 او 3 دولارات. نشوف هاي قراصات مال الاطفال، هذا خاولي همينة. ف شوف شنو بعد عندنا. هذا شوف هذا سعره 14.99 دولار، هذا يعني اعتقد فتشي نسائي يعني مال ملابس نسائية. شوف هذا فارغ، هذا خسارة. جواريب وجفوف جلافز، على قول صاحبنا ما يقول جلافز يقول جلافز. جلافز ب5 دولارات مكتوب عليهن، فاحنا نقدر نبيعن هذني الملابس يعني نفتح بين بسوق الاحد ان شاء الله بالمستقبل. بس هذا شيء حلو جديد بعده، يعني على 5 دولارات نبيع الواحد، على 6 دولارات على. بس هاي نسائية، ايش قد سعرها هي هاي؟ ما اعرف يعني اذا مكتوب عليها، ما مكتوب تقريبا. هاي سعرها همينة في 19 دولار. الملابس جدا غالية هنا بامريكا يعني. شوف هسه هذا يجي ذن 2 تراكسودات مال الاطفال، يعني هذا على 5 دولارات ينباع. هذا شنو؟ هذا اعتقد هيك شيء مال الاطفال من يسبحون مثلا يلبسوهم بي، همين نقول على 5 دولارات. زين شنو هذا؟ شفت فد شيء قلت يا الله شيء ثمين. هاي شاحنه مال تليفون، شاحنه سريعه، فخلينا نشوف ايش قد سعرها. هاي سعرها 99 دولار، هاي ب100 دولار سعرها. تخيلوا هاي سعرها 100 دولار، شاحنة مال تليفون طلعنا فلوسنا. ها هي هسه احنا الباقيات دني علينا كلهن ببلاش، تخيلوا. وبعد يعني الفيديو اعتقد راح يطول لانه هواي اشياء عندنا. يا الله بعد دا اشوف اكو كراتين، يمكن تليفون او بلكت نلقانا ايباد، نلقانا بلاي ستيشن شي. بوبو بحاضر. ما اعرف شنو هذا هسه. زين ها يقول لك هنا تاتش مي. Oh, jeez, you scared me so bad I almost wet my sheets.
حلو؟ المهم يعني نقول هاي همينة $5. حبيبي دقيقة أوقف أنا أطلع لك إياهن. إي هذا الباس نسائي. باجي بالذات باز مال بنات. باز مال بنات. هاي مجموعة جواريب طبعاً هنا أنا هسه ذني أقشي فد يمكن سعرهن أقشي فد يجيبن العاديات هذني أصليات طبعاً يعني هذني سعرهن $10 يمكن بيهن 10 تمام. هاي بالنسبة للألعاب هاي من اللعبة مال الأطفال نقول عليها سعرها $5. وهاي دواسات يعني مال تكرمون مال حمام يعني يخلوهن بيها. شوف الميز قبط شوف هسه وبعد يعني هذا احنا هسه ما واصلين للنص. هذا ما اعرف شنو اعتقد يعني مثل الكالون نسائي او هيك شيء. هذا همنا جواريب هاي هنا جواريب يعني هاي همنا جواريب نسائية جواريب نسائية هاي هم جواريب. هذا اعتقد ملابس مال بيبي مال طفل صغير تك حذاء ما اعرف التك وين الثاني. هذني هيك مفتوحات يعني ماكو تشوف تك وتك. همين جواريب نسائية اعتقد تشوف نلقاهن يعني هم جواريب نسائية. اذا اشوف اكو مثلا هذا هاي لعبة مال اطفال يعني اعتقد هذا الهوكي توكي ما راح احسبه. اوكي هاي مال حمام هاي مال حمام هاي اقشي سعرها فد $10 يعني اقدر ابيعها على $10 فهمين نخليها هنا. شوف هاي الكراتين شبيهة بالكت بيها فد شي مميز يعني. هذا السيت مال الماعين خلينا نشوف هذا سعره اشقد. هذني ما قدرت اطلع يعني اسعارهن فراح اقول على $15 الواحد لان انا عارفين هذين البلايت المواعين تكون جدا غالية وحتى كلش ثقيل. بعدين اكو واحد همينة يمكن هذا واحد لا خمينة بعدها نجدد. شنو هاي؟ هاي ما راسي لبسوها بيها 20 واحد من يسبحون او بعد ما يسبحون او اعتقد من يسبحون يعني على مود ميت بلا الراس. هاي شنو هاي؟ هاي همين اللعبة مال اطفال. الله حلوة هاي راح اخذها الي. ها بابا لا بابا هاي الي لا بابا يريد ياخذهن كلهن. عندنا تيبل لام همينة تقريبا نقول عليها $5 هذا التيبل لام. دواسات همينة ترى انا ما جاي احسب يعني. اوكي هاي لعبة مال بنات طبعا هاي الالعاب مال الاطفال كلش تكون غالية يعني هسه هاي اعتقد سعرها فد $15 بس انا راح اقول سعرها $10 شي تقريبي يعني لان مثل ما قلت لكم بس الاشياء الثمينة والغالية راح يعني نسوي لها مراجعة ونشوف سعرها. هذا تايت يعني اعتقد يعني ما راح يسوي شي يعني تايت عادي. عندنا حفاضات مال بوبو تبوبو تلبس حفاضات تلبس حفاضة مال بنات. اوكي هاي شنو هذا؟ هم يبيها تراي مي جربني ما اعرف شنو هاي همنا لعبة. هذا حلو هذا القلوب اذا ابيض هذا احتمال اخذه الي لان انا محتاج هيك شيء. هو ها حلو حتى بي بلاك نخلي على صفحة هنا أنا. كلش حلو مال واحد مثلا يدرس او شيء. هذا شنو هذا؟ هيك اعتقد هذا فد منظف او شيء. شوف هسه هذا على سبيل المثال شوف ايش قد مكتوب سعره اذا تشوفونه $24.99 يعني هاي يعني برده سعرها $25. واو هاي حتى ما عليها يعني ما عليها اي شيء ما عليها سعر. اعتقد اكو سعر هنا يمكن اي يعني نقول $5. هاي عندنا اعتقد هذا ستاند مال تلفزيون اي ستاند يعني نقول عليه فد $10 هذا الستاند.
هذني شغلات يعني بقن هنا اكو بيهن مثلا جوارب او اشياء بسيطه، فما راح اطلعهن لانه تقريبا نفس هذني الاشياء، فراح ارجعهن هذني الاشياء هنا او راح اعوفهن، يعني اجيب افتح كرتونه ثانيه ونخليهن هنا. تخيلوا بعد عندنا 3 كراتين ورابعه فتحناها، وهاي مخدات، هاي مخدة، هاي همينة مخدة، وهذني ملابس، يعني ملابس قلنا احنا على $5 تقريبا. هذني جواريب او حذاء اعتقد، اي هيجي شي حذاءهم $5، يعني هذني ملابس. الملابس يعني شوي صعبة ينباعن الملابس، بس شنو يعني دا تشوفون هسه مثلا هسه هذن البيدي واحد، هاي قطعة، هاي قطعة، هاي قطعتين، هاي 3 قطع. ودا نجي نقراهن يعني مثلا كأسعار، الوحدة سعرها فد خشي فد 25-15 دولار، يعني هسه هذا مال بيبي بوبو تيد، هذا 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 مال بيبي، هذا يجي قطعتين مال بيبي، هذا هسه بالتارجت اقشي فد $15 سعره. هذا همينه بناتي، هذا حلو، هذا يعني فد همينه فد اقشي سعره، شوف واز $34 هذا سعره. هذا الدوشق، هذا الدوشق اقشي سعره فد $25، هذا سفنج فوم. بعد شنو بوبو تريد الباس؟ ليه هذا الباسات همين نقول على $5 الواحد، يعني همين ينباعن. هاي اشياء نسائية، هاي اشياء نسائية، همين اشياء نسائية، هاي جنطة بناتية او اعتقد رجالية. هذني همين الوحدة على يعني على $2 على 3 ينباعن، ان شاء الله نواعم يعني ينباعن بسهولة. هذا شنو هذا؟ ما اعرف، خلنا نفتحه. اوه حلوة هاي، هاي مال سفر، يعني ياخذ واحد ياخذ وياه اكل، فشي كلش حلو. هذا سمول حجم، يعني $5، وهاي بدلة همينة على $5. بوبو تلبس بدلة؟ لا اشوف ها بوبو شفت، حلوة هاي المراية. بابو كم لعب حمله بالهاي؟ حلوة هاي المراية. بابو على نفسك. يعني هاي نقول $10 سعرها تقريبا. أصباغ مال أطفال. بابو كلنا راح ياخذهن إله. لا أنت تقدر تاخذهن. هاي اللي تسوي التوست. هاي سعرها تقريبا نقول $10 هاي. ملابس نسائية. شنو هذا؟ قميص، هذا شنو؟ هذا قميص، من قميص هذا يعني على $5. عندك شفت شي حلو؟ هذا تقريبا سعر $10 هذا، اذا مو اكثر، يعني لان هذا بي 10 قطع فانيلات رجالية، هذا لارج. شوف هاي شنو، شفت شي هاي شنو هذا؟ بو خلي ايدك هنا، لا 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 عضك هيجي. سؤال شو هذا هيج؟ اوقف، لا مو هيج. هذا حلو هذا الحذاء، يعني هذا الحذاء اقل شيء فد سعره $10 هم نقدر نبيعه. فانيلات رجاليه همين تقريبا $10. شاحنة مال سيارة USB تقريبا همين سعرها فد $5 نقدر نبيعهن. هاي احجي على اقدر ابيعهن. هاي لعبة مال بنات، هاي اقل شي سعرها فد $15-$20. لا حبيبي هاي مو اكل، هاي مال اكل. لا هاي مال جهال يلعبون بيها. باوع اريد، هاي مال جهال. انت جهال؟
هاي بوبو كلنا ناخذ لك بوبو. هذا ما تريده؟ لا يفكر يعني يقول ما يريده ولا حلو. هذا حذاء رياضي وبومة، هذا سعر قشي فد 15-20 دولار نقدر نبيعه يعني. هذا شنو هذا؟ هاي حاسبة او هيك شي مال الاطفال، هذا سعر قشي يمكن فد 20 دولار. اقلام ممكن اخذهن الي هذني يعني اني استفاد منهن. سماعات هاي ما اعرف شنو، اشياء نواعم. هاي كلتها ملابس، هاي هم ملابس نسائيه. هاي مال اطفال، هاي سعرها قشي فد 15-20 دولار. وخشوف هذا شنو هذا الباكر، لان الباقيات اغلبيه ملابس. هذا ما اعرف، اعتقد هذا يفرشون جو الاطفال يعني. بعد عندنا كارتونتين، اعتقد هاي هم بيها ملابس. طبعا اكو وحدة كانت كلش ثقيلة، كلش ثقيلة. يا اصدقائي وهسه جبت هذا الصندوق وبعد صندوق واحد من هذا الكبير، فهذا ثقيل كلش فجبته بالعربانة. فهمين خلي نشوف شنو نقدر نلقى بداخله. شنو هذا؟ تابلت كيبورد كيس. هذا اعتقد سعره كلش غالي لان بيه بلوتوث وهيج اشياء يعني تشوفون. هذا سعره 59 دولار. اللي هو هذا، شوف شنو ممكن خلينا نشوف شنو ممكن نلقى بعد. هاي نفسها مال 25 دولار اللي قبل شوية لقيناها البردة. صندوق، خلينا نجيب هذا الصندوق الفارغ على مود نخلي بيه همين ملابس. ليش فارغ؟ هاي مال كيك، صينية مال كيك نقول على 5 دولارات. شوف هسه هذا على سبيل المثال سعره اذا تشوفونه قدامكم مبين 19 دولار و99 سنت. هاي الملابس هاي همين جواريب يعني طويلة، اقل شي هاي سعره فد 10 دولار. هاي دا اخمن بكيفي يعني. هاي همين هيج مال الاطفال ديناصور سعره فد 10 دولارات. شوف هاي شنو هاي الملابس، هذا شنو هذا؟ هاي شنو؟ وين رجله وين راسه هذا؟ هذا شفت، هذا حلو هذا شفت يعني ب10 دولار. هذا تقريبا يعني سعره. هاي شنو هاي؟ هاي من التحفية او ما اعرف مزهرية او تحفية بس مكسورة. لا شو ايش قد سعره؟ 25 دولار. شوف هذا، هذا شنو هذا؟ هذا مال شعر، هذا ما الشعر يعني. هذا سعر قشي فد 15-20 دولار، هم شي تقريبي يعني. هاي ملابس داخلية رجالية نقول فد سعر هذا فد 10 دولار. فانيلات همينة رجالية، هذا ما اعرف شنو هذا. ملابس جواريب يعني دني على 5-5 النواعم بس هن هواي بيهن. هذا ما تشلب، هذا كلش غالي يكون. اي بوبو شوف ايش لقيت. داق بابا انا ساعدك وش اخوات اقدر اساعدك بليز اقدر. هذا حذاء هم تقريبا فد سعره 10 دولار. يعني بعدين راح يعني اخذهن واصفطهن وارتبهن. عندنا هسه هذا جل مال شعر، خلينا نشوف هولد كير. اعتقد جو ماشي، انا ما عندي جو ماشي، خلنا ناخذ الي هذا. شنو هاي؟ جنطه هاي هيك يعني، هاي مال هدايا. هذا حلو هذا الحذاء، شوف ايش قد سعره 21 دولار. اذا تشوفونه قدامكم هذا السعر 22 دولار. هذا كتاب. اي بوبو هذا كتاب بابا بوك. ها هاك ودي هناك، خليه هناك. أساعدك؟ إيه ساعدني خليه هناك.
هاي بردة مال الحمام. شو السعر هاي؟ ما عليه سعر، يعني تقريبا 10 دولار سعر هاي. هم وديها هناك ابوبو. لك هاي شنو هذا؟ لك هذا شنو هذا؟ وين ما جهال ما اعرف شنو هذا. انا نقول فد ب 10 دولار سعر. زين. هاي شنو هاي؟ هاي نشرة مال هالوين همين سعرها نقول 5 دولارات تقريبا سعرها. وذني فرشات هذني يعني اقول دواسات مو فرشات، دواسات مال ارضيه مال حمام همينه يعني. هذني هم جواريب، هذني جواريب. خلينا نشوف شنو ها. ها مال تكرمون مال حذاء، هذا دبانه مال حذاء طبيه. هاي همين سعرها غالي تقريبا سعرها نقول فد 10 15 دولار. ملابس، ادوات مال المطبخ. شوف هذا شنو هذا، اعتقد هذا تيبل لام. خلينا نطلع يابا. هذا تيبل لام بس يعني بعدين نشوف شلون نركبه، لازم يتركب هذا كله تسويه. ما ادري شنو هذا. هذا بام مال هواء مال البول مال المسبح، هذا النفخ يعني ينفخه. هذا انفد 15 دولار تقريبا سعره يعني نقول. عندنا هنا بنطرون. شوف هسه هذا البنطرون انا دا احسبه على 5 يعني دا اقول، لانه يعني ما معقول راح ابيعه ب 12 دولار اني على سبيل المثال، او 13 دولار مثل ما مكتوب، يعني على الاقل 5 دولار ينباع. شلون بنطرون حلو، كلش حلو هذا البنطرون. ها حبيبي بامكن هالوين. ايه مال هالوين. مثلا هسه هذا التيشيرت، هذا كلش حلو هذا التيشيرت. والله شوف هاي شنو حلوه. هذا كلش حلو هذا التيشيرت، راح اخذه الي. شوف ايش قد حلو. وهذا سمول، هذا قياسي سبورت. شوف ايش قد سعره، 12 دولار. هاي جواريب. هاي شنو هذا؟ اوكي هاي ملابس نسائيه، اكو منها كم قطعه مثل الثوب هذا. هذا الثوب ايش قد حلو، كلش حلو. بس هاي ملابس يعني يرادلها عرض حلو، يعني يتعلقن فد شيء، يعني مو مستحيل نقدر نشوف. شوف كم واحد مثل هذا، واحد هذا اثنين، يعني هذني الواحد على 5، هذني 3، هذا 4، هذا 5، هذني 2، 6، 7، زين 8. شوف هذا ايش قد حلو هذا البنطلون. الله ايش قد حلو هذا البنطلون، هذا النرمين كلش حلو هذا البنطلون. شلون لون، شلون خامه. وهذا هذا الله يعلم ايش قد سعره، ب 29 دولار و99 سنت. زين يعني يخلي هناك حبيبي. هاي كلها ملابس. هاي شوف 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 كم قطعه. شوف هسه هاي كم قطعه منها. هاي الفانيلا ايش قد حلوه، كلش حلوه. وهسه اجينا على اصعب صندوق اللي هو هذا. هذا ليش اقول عليه صعب؟ لانه بي منظفات، حتى ريحه مالته كلش كلش قويه. فلازم شو اسوي؟ اطلعهن هذني المنظفات. تشوفون هسه هذا كله جديد منظف، فلازم اطلعهن واشوف همين السعر الواحد ايش قد، لانه اعتقد بي 6 او 7. هذني المنظفات الواحد سعره 5 دولارات و44 سنت، نقول على 5 دولارات الواحد يعني نقدر نبيعه، او على 4 دولارات هن 11 واحد، يعني تقريبا 40 الى 45 دولار نقدر نصفيهن. بالنسبه للصندوق اللي الاشياء اللي بقت به، على سبيل المثال هاي مال بزازين، يعني سعر الوحده ذني 2، اعتقد الوحده سعرها 10 دولارات. خليها هنا. هاي الدواسات سعر الوحده تقريبا على الاقل 5 دولار. مثل هاي عندنا هاي لوحة، يعني ما اعتقد راح تجيب شيء، تجيب دولارين 3. ف عندنا هاي الشاحنة، هاي الشاحنة هم تقريبا راح انطي رقم من عندي، سعرها فد 25 دولار. هاي الشاحنة مال ايباد، يعني هم اصلية شاحنة سريعة. خلينا نشوف بعد شنو ممكن يعني نحصل. اعتقد هنا اكو شغلات الكترونية. شاحنة ثانية همينة تقريبا سعرها نقول 25 دولار. الأشياء
هذا كفر مال تليفون بس ما اعرف اي تليفون مكتوب عليه او لا. For a new iPhone 6.7 يعني ايفون 8 10. قوية هاي كلش قوية. عندنا هذا شنو هذا؟ هذا كيبل مال ايفون، هذا هم تقريبا سعره $20 يطلع. مو سماعات، مو نفس السماعات، لا هذه توصيله. شوف بعد هاي كلتها ملابس 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 ملابس. هذا حلو هذا الحذاء. ها حلو هذا الحذاء. هذا سعره $20 مثل ما مكتوب هسه هنا. يعني هذني هواي هواي قطع يعني ملابس. تشوفون كم قطعة. واعتقد هذا همين الشامبو او ما اعرف دش 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 صوب. هذا هنا ميك اب. هو هنا هاي زولية. يعني هواي هواي اشياء مثل ما تشوفون. يعني هسه هاي تعرفون سعره $25 تقريبا. هاي نظارات. هاي النظارة اللي راح اخذها. هاي حلوة النظارة. وعندي هذا التيبل لام همين نسيته ما سويت له مراجعة. هذا سعره تقريبا اقل شيء فد 40 إلى 50 دولار. هذا شكله هيك يصير. بعد عندنا هذني الكراتين 3 اعتقد. خلينا نفتح نشوف شنو بداخلهن هذني. اعتقد هاي شغلات يعني بقزاز. اي هاي اعتقد يعني يخلوها هي شيء مثلا يخلون بها حلويات او فتشي يعني بالاستقبال. يعني انا كانت عندي وحده مثلها. اكو طبعا هنا اثنين، هاي وحده وهاي وحده. خلي نشوف هذا دني اخر ثلاثه يعني هذا وبعد دني اثنين صغار. هذا اعتقد دوشق مال اطفال. اي اي دوشق مال اطفال هذا مال صغار. يعني تقريبا سعره فد نقول تقريبا $25 $20 سعره. وهذني القزاز اللي هي هاي نقول هاي الوحده سعره فد 5 6 دولار. ومثل ما شفتوا واخذتوا فكره عن البالت، هو هذا البالت ممكن تطلع بيه اشياء ثمينه، ممكن تطلع بيه اشياء غير ثمينه مثل الملابس، بس بقت يمك انت كشخص شلون راح تصرف هذني الاشياء. هي بيها ربح مو ما بيها ربح، وبيها ربح كلش حلو، بس لازم يكون انت عندك مثلا حساب سوشيال ميديا مثلا يوتيوب او تيك توك او انستغرام على سبيل المثال او سناب شات حتى تنشر هاي البضاعه مالتك وتبيعها. بالنسبه الي انا شخصيا انا اشتريت هذني الاشياء مو على مود اريد اتاجر بهن، لانه وقت حقيقه ما عندي يعني مال اعرضهن على الفيسبوك. ممكن اي يعني راح اعرضهن هذني على الفيسبوك، او اي شخص دا يشوف الفيديو مالتي وهو ساكن قريب علي او ساكن بامريكا ممكن اشحن له البضائع وهو راح يدفع الشحن اكيد. يعني اذا هو ساكن بالولايات المتحده الامريكيه راح اصفيهن. شلون اصفيهن؟ على فيسبوك ماركت. يعني على سبيل المثال عملية جدا بسيطة، تاخذ صورة للقطعة وتعرضها بأقل من ما هو. يعني مثلا على سبيل المثال هاي سعرها $130. انا راح افتحها واشوفها يعني احتمال بها نقص احتمال ما تشتغل، افحصها اذا كل شيء تمام راح اعرضها $80. تعرفون الناس تعامل يعني راح يقول لك مثلا $60 او $50. انا ما راح اوقف، راح ابيعهن وراح اطلع فلوسن. بالنسبه للملابس بعدني ما افكر شو اسوي بهن. الملابس كلش هوايه وبهن احذيه وبهن يعني اشياء منزليه مثل ما شفتوا. يعني
الالكترونيات ممكن يعني ينباعن بسهوله، بس هي شيء شيء شيء. راح ابلش بالاشياء الغاليه اللي هن مثلا عندنا هاي القطعه هذني الاشياء اللي موجودات مال ابل، عندنا هذني الفرشات همينه احتمال نقدر نبيعهن، عندنا هذا الكيس مال الكمبيوتر همينه، فهذني الاشياء اللي ممكن نبيعهن. طبعا بعد هنا شفتون ايش قد اشياء، يعني اني هواي سويت لهن سكيم، مثلا ملابس هذني الاشياء ما شوفت لكم وياهن اني، هذا الصندوق، هذني المنظفات، وعندنا هذني همينه هنا، فهواي اشياء. واكو قسم خليتهن يعني اللي ورا بهاي المنطقه. وصلنا الى نهايه الفيديو، لا تنسون تشتركون بقناة سجاد وتخلون لايك لهذا الفيديو وتسوون مشاركة، وأشوفكم فيديو ثاني. مع السلامة.